المرحلة تمر بعملية تغيير عميقة، عميقة جدا، يعني غير متعلقة فقط بقضية المفاوضات الآن، وإنما متعلقة بكل تبديل مراكز القوى وحسابات القوى وموازين القوى إذا صح التعبير في المنطقة. أولها هو أنه أنا أعتقد إسرائيل الآن لم تشعر بهذا الإحساس من الخطر الداهم على أمنها وعلى وضعها وعلى صورتها كقوة ذات سيادة وقوة عندها سوبريرتي، الأولوية في المنطقة، منذ نهاية الثمانينات ولحد الآن. يعني لم تتعرض إسرائيل لمثل التهديد التي تتعرض له الآن منذ ذلك الوقت لحد الآن. لماذا؟ لأن إيران أصبحت الآن قطب قوي معترف به من قبل دول العالم، ودول العالم تقر الآن ظنيا بحق إيران في امتلاك حتى قوة نووية. يعني مباحثات فيينا إذا كانت تثبت شيئا ما فهي تثبت بأن الغرب بدأ يتقبل فكرة وجود قوة نووية أخرى في الشرق الأوسط غير إسرائيل، وهذه قضية جدا خطيرة بالنسبة لإسرائيل بالذات. إسرائيل ليست لا تخشى هجوم إيراني، حقيقة لا يوجد أحد يخشى من هجوم نووي على أحد في عصرنا، إنما إسرائيل تخشى بأن تفقد مكانتها المسيطرة في المنطقة، مكانتها الرئيسية. لا تتحمل فكرة أنها تصبح على قدر المساواة أو قدر التوازي استراتيجيا مع أي طرف آخر في المنطقة، بحيث يستطيع هذا الطرف أنه يقدم شروط وهي تقدم شروط ويصلون لتسوية. هذا شيء لا تقبله إسرائيل أبدا منذ قلت لك نهاية الثمانينات ولحد الآن، لما صدام هدد في وقتها بأنه يضرب ويصنع سلاح ويصنع إلى آخره، ثم تم القضاء على محاولة صدام حسين. الآن يبدو أنه كأنه الغرب يقول له لإسرائيل لم نعد الآن قادرين على توفير ما وفرناه لك في نهاية الثمانينات من أمن، من توافق، من تعاضد دولي للقضاء على تجربة إيران كما قضينا على تجربة العراق سابقا. وهذه قضية خطيرة.